مجموعة كبيرة من الاستفسارات اللي بتقابل أي مهاجر جديد لكندا، بيحاول دايما إنه يوجد الإجابات عليها، ومن خلال القناة بتاعتنا بنحاول إن احنا نساعدكم في إن انتوا تلاقوا الإجابة الصحيحة. وإذا كانت الإجابة دي عن استفسار خاص بالعقار، فهكون سعيدة أكتر إنكم تتواصلوا معايا مباشرة من خلال الإيميل أو رقم التليفون اللي بيظهر في آخر الفيديو على الكارت الخاص بي. كمان دعمكم بيساعدني إني أكمل الفيديوهات وبيدعمني أكتر، وده من خلال اشتراككم بالقناة. ياريت ما تنسوش تشتركوا بالقناة وتفعلوا جرس التنبيه علشان يوصلكم كل جديد، وأكيد هكون سعيدة أكتر لو تابعتوني على صفحتي على الفيسبوك والإنستجرام. سؤال مهم من ضمن أسئلة كتير بتقابل المهاجر الجديد: ليه أشتري بيت لما ممكن أأجر؟ ومن خلال فيديو النهاردة هنقولك أهمية شراء البيت في كندا إيه؟ من خلال البيت هو انت بتبني ايكوتي. يعني ايه؟ النهارده خلينا ندي مثال بالارقام علشان الناس تفهم اكتر ايه معنى ان انا ابني ايكوتي. لو انا كنت جاي في 2015 واشتريت بيت بقيمه 500,000 دولار، النهارده في 2021 قيمه البيت ده بتعادل تقريبا 1,000,000 دولار. الارقام اللي انا بقولها دي لتسهيل المثال والحسابات. يبقى معنى كده ان الزيادة اللي حصلت في سعر البيت من 2015 يوم ما اشتريته لغاية 2021 هي حوالي 500,000 دولار. خلي ال 500,000 دولار على جنب. طيب لما اشتريت البيت، هنرجع ل 2015، كان قيمته 500,000 دولار، وانا حطيت دفعة مقدمة بقيمة 20%، يعني 100,000 دولار. يبقى معنى كده ان قيمة القرض في 2015 او الرهن العقاري بتعادل كانت 400,000، وخلال الست سنين من 2015 ل 2021 انا بدفع installment monthly installment او دفعات شهرية تحت بند الرهن العقاري لسداد الاقساط. يبقى معنى كده ان في خلال الست سنين انا بدفع برضو من قيمة الاقساط جزء من الرهن العقاري المتبقي عليا. خلينا نفترض انه في خلال الست سنين دول انا دفعت كمان 100,000 دولار، يبقى معنى كده ان انا دفعت 200,000، 100 تحت بند الدفعة المقدمة و100 تحت بند الاقساط لمدة ست سنين، يعني المتبقي عليا من قيمة البيت حوالي 300,000 دولار. لما نيجي نحسب قد ايه احنا حصل بنا ايكويتي او حصل قيمة زيادة على سعر البيت، بقى حوالي 700,000 دولار. ال 700,000 دولار ده هو استثمار في خلال الست سنين. يا ترى هل قيمة الاستثمار ده بالنسبة لو احنا بنفكر نقارن مع اي استثمار بنكي اخر هتديك نفس قيمة العائد ده ولا لا؟ دي طبعا تقدروا تجاوبوا عليها من خلال المثل اللي انا اديته لكم النهاردة. النقطة اللي بعد كده واللي عايزين نتكلم عليها هي موضوع الابريشيشن. اي وحدة عقارية النهاردة انت بتشتريها بيحصل زيادة في سعرها، وعلشان كده كتير من الكنديين عندهم مثال بيحترموه قوي، هو اشتري اللي بيغلى قيمته او اللي بيزيد ثمنه، واجر اللي بيقل قيمته او بيقل ثمنه. عشان كده تلاقي كتير من العائلات الكندية تحب تشتري دايما وحدة سكنية لكن تأجر العربية، وده مفهوم عند المجتمع الكندي: أشتري اللي يغلى قيمته وأجر اللي يقل ثمنه. طيب النهاردة الابريشيشن ده بيختلف من مدينة للتانية، بمعنى أنا النهاردة في عندي بعض المناطق اللي بيحصل فيها زيادة سريعة جدا في قيمة الوحدة السكنية أو الوحدة العقارية مقارنة بمناطق تانية. على فكرة احنا كنا اتكلمنا على الموضوع ده في فيديو سابق وهيظهر اللينك بتاعه دلوقتي، وهعمل كمان قريب ان شاء الله فيديو تاني اتكلم فيه على افضل المناطق الاستثمارية
ل 2022. خليكم تابعوا دايما الفيديوهات علشان تشوفوا الفيديو ده اكيد هيفيدكم، بالذات لو بتشتغلوا في مجال الاستثمار العقاري او حابين ان انتوا يكون في اي مجال استثمار قريب في مجال العقارات. لو انت بتفكر انك تستفيد من الوحدة العقارية بتاعتك على short term مش long term، يعني يكون عندك cash flow تستفيد منها ان هي تطلع لك فلوس، فانت قدامك مجالات كتيرة قوي او فرص كتيرة قوي تستغل فيها الوحدة السكنية بتاعتك، زي مثلا الاير بي ام بي. بلاقي كتير من المستثمرين اللي بيحبوا ان هم يفرشوا الشقة بتاعتهم او البيت بتاعهم وينزلوا للايجار فترات قليلة، الناس اللي بتبقى جاية لاندنج، الناس اللي بتبقى عايزة أو جاية أجازة معينة علشان تقديم لأولادهم في الجامعات أو whatever، فبيكونوا عايزين إن هم يأجروا الشقة أو التاون هاوس أو البيت ويكون مفروش لفترة زمنية قليلة. وعلشان كده موضوع الاير بي ان بي ده كتير من الناس المستثمرين تحديدا بيحبوا ان هم يدخلوا فيه. شيرينج للبروبرتي، بمعنى بشوف عائلات بتحب ان هي تستضيف مثلا ام ومعاها بنتها او اتنين شباب يسكنوا مع بعض، فبالتالي كل واحد فيهم بيأجر اوضه من خلال الشقه. دي كلها أفكار احنا بنحاول نطرحها عليكم النهاردة، توضح لكم أو تميز لكم معنى قيمة أني أشتري مقارنة لو كنت بفكر أني أأجر. من خلال التقارير اللي اتطرحت خلال الفترة اللي فاتت، أعلنت كندا أنه أونتاريو هتستقبل لغاية 2031 حوالي 9.5 مليون مهاجر جديد، وده معناه أنه خلال 10 سنين اللي جايين في ناس كتيرة جدا هتيجي. وبطبيعة الحال الناس اللي مقيمة هنا عارفة كويس جدا أن السبلاي والديماند بينهم علاقة مش منسجمة مع بعض، يعني دايما الديماند بيكون اكتر من السبلاي. فتخيلوا كمان ان احنا عندنا مهاجرين جايين خلال العشر سنين اللي جايين، هيكون طلب كتير على العقار. الناس دي عايزة تسكن، عايزة تشتغل، عايزة ولادها تتعلم او هي كمان تكمل دراستها، وفي نفس الوقت لو في اي التزام صحي فبالتالي هيكون في الهيلث كير وما الى ذلك. لكن اهم حاجة بالنسبة للعائلات او المهاجر الجديد انه يسكن، لان من غير السكن مش هيحصل استقرار. فبالتالي كل الريبورتات اللي طلع واللي بتكون خاصة بالعقار والاستثمار في كندا بتقول دايما وبتأكد ان الاستثمار العقاري هو اهم استثمار داخل كندا. وعشان كده دايما بنفكر الناس بالمثل اللي بيقول don't wait to buy a real estate, buy a real estate and wait. في حاجات كتيرة قوي هتخلص منها لو انت مالك مقارنة لو كنت مستأجر. اوعى تدق مسمار في الحيطة، اوعى تغير الوان الدهانات بتاعت الحيطة اللي موجودة في البيت، اوعى تعدل اي حاجة في البيت، ممنوع تربي قطة او كلب في البيت، no pets at all. لو اي حد من قرايبك حابب ان هو يجي ويقعد معاك، هتستقبل مثلا الوالد الوالدة داخل البيت، فانت لازم مضطر انك تبلغ المالك. كل الحاجات دي انت هتشيل دماغك منها او مش هتفكر فيها لو انت مالك مش مستأجر. المهاجر الجديد النيوكامر بيقابل مشكلة كبيرة جدا في ان هو يلاقي بيت للإيجار اول ما بيجي، لان ما بيكونش عنده اي كريدت ريبورت ولا بيكون عنده employment letter، فبالتالي بيطلب منه متطلبات قد تكون تعجيزية، واللي من ضمنها انه لازم يدفع ديبوزيت كبير، بمعنى انه مش بيبقى زيه زي اي حد مقيم في كندا يدفع شهرين، الشهر الاولاني والشهر الاخير، لا ده كمان لازم يدفع اكتر من كده. في ناس بتوصل انها تدفع كل السنة الاولى مقدم، وده معناه ان تحويشة العمر فقدت منها جزء كبير جدا في اول سنة بس علشان خاطر ايجار البيت. خلينا نقول ان اجازة الصيف جت وحضرتك هتاخد الاولاد والاسرة وتسافروا برا لقضاء اجازة الصيف شهر شهرين، البيت فاضي وانت بتدفع ايجاره ده لو كنت مستأجر، لكن البيت فاضي،
طيب لو أنا كنت صاحب بيت وطلعت أجهزة بالمقارنة مع مستأجر، فده معناه إن أنا ممكن في خلال الشهر أو شهرين الأجازة دول أحط بيتي على الاير بي ام بي، ناس بتيجي بتقعد فترة الشهر أو الشهرين، بيبقى فيه دخل بيغطي لي قيمة القرض أو القسط بتاع القرض، لكن في نفس الوقت أنا مش مطالب ان انا ادفع الايجار وانا مش موجود. فدي كمان نقطة احب ان انا اوضحها، وبتوضح الخلاف بين المالك وبين المستأجر، او الميزة اللي بياخدها المالك هنا عن المستأجر. كتير قوي من العائلات اول ما بتوصل كندا بتقابلها مشكلة هامة جدا، هي ارتباط اولادهم بالمدرسة. يعني مثلا انا لسه جاي وأجرت في مكان خلينا نقول زي مدينة ميسيساغا، الأولاد ارتبطوا جامد بالمدرسة، فبالتالي أنا بعد سنة بعد سنتين بعد ثلاثة ظروفي اتحسنت، لقيت شغل، ابتديت أبني كريدت هيستوري، عايز أشتري بيت، لكن إصرار الأولاد لارتباطهم بالمدرسة بيخليني أرتبط بنفس النيبرهود اللي أنا كنت عايش أو مؤجر فيها. نتيجة لارتفاع الأسعار خلال الفترة اللي فاتت، زي ما احنا شايفين ارتفاع كبير جدا في الأسعار مع ثبات في الدخل، بيعمل فجوة كبيرة بين الدخل وبين سعر الشراء، فده بيخلي الموضوع يكون صعب مع إصرار الأولاد وارتباطهم بالمدرسة على إن هم يفضلوا في نفس النيبرهود، ده بيخلي الأمور صعبة. عكس مثلا لما أنا بتكلم على إن أنا بشتري، فبالتالي بالنسبة لي هيكون ارتباط الأولاد بالمدرسة مش هيبقى فيه مشكلة، على عكس ارتباطهم في حالة الإيجار. يا ترى دلوقتي عرفنا إجابة السؤال ليه أشتري لما ممكن أجر، وإنتوا يا ترى إجابة السؤال ده هتكون عندكم إزاي؟ إنتوا رأيكم إيه؟ ليه تشتري لما ممكن تأجر؟ تعليقاتكم مهمة جدا، أحب أشوف تعليقاتكم على الفيديو بتاع النهاردة، حطوها في الكومنتس تحت وخلينا نتناقش فيها في الفيديو اللي جاي. بشكركم قوي على المتابعة، كنت معاكم طول الفيديو، وإن شاء الله نتقابل قريب في فيديو جديد.